هادي هادي واحد الظاهره اللي غريبه بالنسبه لي، عمري ما شفت شي واحد اللي بحال هكا. فهمت انا تصدمت كي قلت كلاس بريبا صعيبه لاخور بحال الحبس. علاش كنت اختاريتي السيونس مات من السانكيام؟ نقول لك الصراحه حيت لقيتها مكتوبه في البلدان. نهار ديال الباك غتمشي دوز الباك، اول ماده هي الفيزيك. شنو التعليق ديالك على داك النهار؟ حطات الورقه ديال الفلسفه، كلشي كيتسنى الوضع البشري. فهمتيني كتشوف في الورقه بحال هكا كيبان لك كاينش الوضع البشري. كنشوف هذوك اللي جالسين معايا في القاعه ويقول لي قال واش بدي واحد الورقه فيها واحد الملخص ديال واحد المحور، لا درس في محور جهوي ساهل وطني قدو تحطو فيه دي كيسيون بياج اللي تقدو دوخو فيهم صحابي يكون شي ساهل وتبقاو ماشيين في الخط تلقى داكشي بياج. الاغلبيه ديال الناس فوقاش كيبداو يسمعوا على الانصام وداكشي، حتى كيكونوا سوا يدوزوا قبل ما يدوز الوطني بشويه ولا كاع اللي مجهد فيهم كاع كي على من بعد ما كيدوز جهاوي كيبدا شويه يقلب على لي زيكول. واحد النهار خرجت من البي تي اس، خارج مع 6 ونص كنقلب تليفوني كنلقى واحد لابيل من واحد التليفون فيكس. ملي دخلت نقلب لقيته من جديد، كنقول او فيكس من جديد. بقيت كنفكر وانا نقول لي كلاس بريبا صافي. يلا شوف انا بديت الريكورد. السلام عليكم سي امين، بخير واش مزيان؟ الحمد لله كلشي لاباس. انت بخير زعما؟ يلا تلاقينا وداكشي. المهم نبداو بعدا باش نشرحوا للناس اللي يمكن ما عارفين شنو كنديروا حنا دابا. حنا دابا بدينا خدينا بادير اننا نديروا واحد البودكاست، ان شاء الله يكونوا معنا شي ناس اخرين من بعد. المهم بور لانستون كاين غير حنا بجوج. غنحاولوا اننا نبريزونطيو لكم راسنا بعدا باش تعرفونا شكون وهذا. غير بور كونسيبت ديال لا فيديو غيكون واحد البودكاست اللي غادي نحاولوا ندوفوا على الموضوع ديال التوجيه وعلى الدراسه في المغرب. ياك السي خديسي؟ دونك نبداو دابا يقدم لينا راسو سي امين ومن بعد نقدم لكم راسي ان شاء الله. بسم الله. المهم معكم محمد امين الخديسي، دابا في الاقسام التحضيريه كلاس بريباراتوار سيونتيفيك في ليغ ام بي اس اي، وان شاء الله طالع للام بي. شرفين. انا سميتي نور فرسيوي، اتوديون في كلاس بريبا برانش او سي اس، كان عندي باك سيونس مات بي. فوالا دونك باش نبداو بعدا بغيت نسولك السي خديسي، علاش درتي سيونس مات من 5ام؟ علاش درتي سيونس مات؟ بون شوف انايا سيونس مات مختارها من 5ام حيت ديجا انا من 7 من الكوليج كنت عندي واحد الطريق اللي كنت راسمو ليا من شحال، اللي هو باغي ندير كلاس بريبا من الدقه الاولى وباغي نلتحق بالانسياس ولا اي ليسيس ليكول اللي كتعجبني ولا اي ايكول بريسيجيوس في المغرب بحال ليمي لينسام لي بي تي لو اتش تي بي، ديك لي غروز ايكول اللي كيكونوا بعد الكلاس بريبا. دونك الحاجه اللي مع الفيليير الوحيده اللي كنت نقدر نديرها وغادي تعاوني باش ندير الانسياس كانت هي السيونس مون. السيونس مون مزيان. دونك دابا حنا كما كنشوفوا سي امين، دابا انت كنتي من تراسي الطريق ديالك يعني من 5ام، يعني من اول عام في الليسي ولا يمكن تقبل ياك ولا حتى 5؟ انا كنت الطريق ديال كلاس بريبا كنت مقادو من 7، من 7 وانا كنحاول باش ندير كلاس بريبا. دونك داكشي اذا نشوف دابا واحد من تراسي الطريق ديالو من 7 باش في الاخر يدير لي بون شوا باش يكون مرتاح من بعد. الغلط اللي كيطيحوا فيه بزاف ديال التلاميذ دابا والطلبه وداكشي كتلقاهم مثلا غير غادين وصافي، هو نجح في 7 وداز الثامنه داز التاسعه نجح في البروفي فرحان كيمشي للسينكيام صافي ودار سيونس مات ولا دار بي سي ولا دار شي حاجه، من بعد غير كيتبع غير هذاك الشيء اللي كيجي زعما كيشوف غير حدا نيفو وما كيشوفش المدى البعيد. الشيء اللي كيخلينا في الاخر كيدير داك الاختيار الغلط هو مثلا تقدر تلقى اكسيل في ميديسين ولا اكسيل في حاجه اخرى وكتلقى مثلا دار لي كلاس بريبا غير حيت قالوا ليه احسن حاجه ممكنه ديرها هو دارها وما رتاحش فيها، وفي الاخر يخدم مثلا شي خدمه ما مرتاحش فيها، وانا فين غادي نطيحوا في داك المشكل؟ يعني السؤال دابا اللي عندي في هاد الهضره كامله، السؤال اللي عندي السي امين هو شنو اللي عاونك ولا شنو اللي خلاك انك من 7 عارف الطريق اللي غتمشي منها؟ حتى هادي واحد الظاهره اللي غريبه انا بالنسبه ليا، عمري ما شفت شي واحد اللي بحال هكا. فهمت انا تصدمت، انا كيسحبني من 5ام ولكن قلت لي من 7 ليا شنو اللي خلاك انك من 7 تكون عارف كلشي؟ بالنسبه للكلاس بريبا كنت ديجا كنت باغي نديرها من 7 حيت ديجا الوالد ديالي داز منها، عمي داز منها، شحال من واحد كان عفو داز منها، وحتى سميتو المهم زعما الطريق اللي كان الاخر كان داروا الوالد وكان داروا شحال من الناس اللي كنعرفهم شجعني باش ندير نفس المسار حيت كان عندي لو شوا. وباش ندير مثلا لينسا حتى هي فيها بريبا انتيغي وحتى هي مزيانه كتخرج نفس ديبلوم مهندس دوله، عاوتاني لينسا لي زيكول اللي كيكونوا فيهم بريبا انتيغري، غير هو
اختاريت بريبا وثاني على واحد الحاجه واحده اخرى، حيت كتخلي لك واحد لو شوا اللي كتخليك حيت دابا ديك النضج فاش كتكون ديريكتور من بعد الباك ما كيكونش عندك نفس النضج اللي كيكون عامين بعد الباك، كتكون شهر باقل اكثر. دونك هذيك الوقيته كتعرف انت شنو باغي دير من بعد، وحتى هما شنو هما لي موتيفاسيون ديالك اللي غادي تدفعك باش تختار ليكول اللي مزيانه. عاوتاني كان واحد الحاجه 11 اللي دفعتني ديال كلاس بريبا من غير هاد القضيه ديال لا ليبرتي دو شوا، اللي هي فاش كنت مثلا سوبوزون مشي درت لينسا ولا لينسا، مثلا لينسا ولا لينسا كاش نقول لينسا ولا لينسا فيهم كتصافي كتمشي راك بحال هي ماشي كتحبس، ولكن ما كيبقاش عندك ديك القدره باش دير شي حاجه واحده اخرى. مثلا تقدر تمشي دير فيهم مثلا جيني ميكانيك جيني الكتريك جيني انفورماتيك وداكشي صافي كتحبس، ماشي بحال مثلا اللي جينا مثلا درنا واحد لا كومباريزون اونتر جيني مثلا انفورماتيك فرنسا مع جيني انفورماتيك فرنسيا، كاين فرق شاسع في لا فورماسيون. متفق معاك، ولكن واش هادشي كنتي عارفو من السابع؟ الحمد لله ضروري كدير شويه ديال لا ريشيرش، راه كلشي كان في انترنت. فوالا، دونك هاد ليسبري ديال لا كوريوزيتي وانك كتقلب زعما هذا هو اللي خلاك تكون عارف. الحمد لله. دونك انت كتنصح دابا التلاميذ اللي في الكوليج انهم يقلبوا على راسهم ياك؟ هو ضروري، الا ما قلتيش على راسك كتبقى سواء غادي تمشي مع على داكشي اللي كيقول لك صحابك، مثلا شي واحد كتعرفو قال لك اذا ما مشى دار واحد ليكول انت غتمشي دير نفس ليكول غير حيت هو صاحبك، ولا مثلا اللي هذه سميتو حاجه مهمه واللي كينجافوا فيها بزاف ديال الشباب كيجافوا مع بزاف ديال الشباب. حاجه ثانيه عاوتاني كتمشي كتسول شي واحد اللي اصلا ما عندوش ما مجربش، واحد ما مجربش كتمشي كتسول على شي حاجه فهمتي، مثلا واحد سميتو كتسول على كلاس بريبا وكيبقى يقول لك كلاس بريبا صعيبه لاخور بحال الحبس، وي حقا بحال الحبس، لكن المهم سميتو المهم كيبقى يعطيك واحد الحوايج اللي اصلا هو اصلا ما مجربش، دونك ما لقيتش تاخذ من عنده داكشي ما كيكونش فغي 100%، ماشي بحال اللي سولتي شي واحد اللي داز من ديك الطريق. فوالا، دونك المهم رساله للشباب من سي امين هو انك خصك يعني تقلب على راسك من الكوليج ياك، من الكوليج بنادم بدا يقلب على راسو باش يكون عارف المسار اللي غيمشي منه. اصلا ديك 3 سنين ديال الكوليج يلاه تكفيك بعدا تعرف راسك كي داير فهمتي، باش ملي توصل الوقيته فين خصك دير لي شوا في التاسعه ابتداء من التاسعه تكون عارف راسك كيفاش داير. دونك دابا بما انه شرحتي لنا هاد الامور هادو بغينا نسولوك عاوتاني على شرحتي لنا علاش في السانكيام درتي سيونس مات، بغينا نشرح بغيتك تقول لنا دابا في السيزيام، دابا انت سيونس مات في السيزيام، اولا كيفاش جاتك سيونس مات في الاول؟ حيت بزاف كيقول لك بلي سيونس مات كتقول لي سيونس مات ضروري ها ضروري ديك سميتو انتقال من كوليج اللي كنتي سونتيفيك عادي لسيونس مات كاين واحد الشوك شويه سورتو في الماتو الفيزيك ما كيبقاش نفس النيفو، غير هو راه سميتو مع الفو ديال الخدمه راك تقد زعما بعدا سميتو في البدايه ضروري النقط تبارك الله بلا ما نهضروا عليهم، ولكن من بعد خص ضروري تخدم بحيث اصلا زعما اي فيليير راه كتلقى صعيبه، تقدر تمشي مثلا دير ايكونومي دير فيزيك دير تكنيك مثلا راه تلقاها صعيبه، كتبقى غير انت واش عايز تخدم ولا لا. اكزاكتومون، دونك بالنسبه لك نتايا ما كاينش شي فيليير صعيب اللي كيقول سيونس مات صعيبه، لا كاين كاع لي فيليير صعاب وكاع لي فيليير خصهم الخدمه. اكزاكتومون، هو ضروري كتلقى واحد لا ديفيرونس ديال ديفيكولتي اونتر شاك فيليير، غير هو حيت ضروري كل فيليير عندها واحد البارتيكولاريتي ديالها، راه مثلا سيونس مات دايزه في الافيتا في الفيزيك والاخر المات عاوتاني فيزيك كركزوا شويه عاوتاني على الاس في تي وفيزيك عاوتاني عندك ايكونومي راه عندها المواد ديالها الخاصين اللي ما عندش عاوتاني سيونس مات وفيزيك، دونك ضروري كتبقى على حسب انت شنو باغي هادشي علاش. وعاوتاني الحاجه اللي كترتاح فيها اكثر كتجيك اسهل اكثر. داكشي. وحاجه اخرى مهمه في السيزيام هي كتكون متبوع واحد الامتحان جهوي ياك كاينه ولا لا؟ المهم الناس اللي ما عرفوش انا والخديسي راه قرينا في نفس القسم في السيزيام ياك، حتى في السانكيام حتى هو قرينا في نفس القسم وفهمتيني حنا دابا عارفين الخبايا ديال بعضياتنا، ولكن كنحاولوا نوصلهم لكم عن طريق هذا البودكاست الجميل. دونك اللي بغيت نقول لك هو دابا في السيزيام كيكون متبوع امتحان جهوي، والناس اللي ما عارفينش الجهوي كدوزوا فيه غير المواد الادبيه، هما ربعه المواد فرونسي معامل ربعه والباقي ديال المواد ثلاثه الاخرين معامل جوج اللي هما العربيه التربيه الاسلاميه والاجتماعيات. هادو تقريبا كاملين غادي خصك تكون كتحفظ وكذا وكذا،
كيفاش قدرتي انك تجيري لا باز ديال سيونس مات اللي كاينه في السيزيام، لا باز ديال سيونس مات اللي كاينه في السيزيام، مع داكشي اللي خاصك تحفظ الجهوي اللي حتى هو لا باز ديال نقطة الباك ديالك اللي هي 25%؟ وهو في البداية راه كنت داكشي كان صعيب الحقيقة، ولكن الحمد لله مع كان سميت ديجا ما كتجينيش الحفاظة صعيبة بزاف الحمد لله، زعما سميت داكشي دغيا دغيا كتحفظ عارف القضاء ديالك السيام. الحمد لله. دونك زعما ما شكلتش ليا صعوبة بزاف باش نحفظ الاجتماعيات، لا الاجتماعيات لا الفلسفة لا التربية الإسلامية لا العربية وداكشي. وثاني باش باش قديت زعما نوازن بين داكشي ديال الحفظ وداكشي ديال الفهم اللي زعما لا باز ديال سونس مات، كتحاول تقد كتسميتو كدير واحد البلانينغ في النهار ديالك، كتقول مثلا نخدم لي هاد المادة وهاد المادة، مثلا كتختار شي مادة مثلا ديال الفهم، شي مثلا مات كدير مات مع الفرنسي مثلا، ولا فيزيك مع العربية. اس في تي اس في تي ما كنتش اصلا ما كنكذبوش ما كنتش كنعطيها اهتمام كبير، حيت انا اصلا ما كنتش باغي ندير كلاس بريبا، دونك من بعد اختاريت مسمات بيت الباك. دونك باش مزيان تكون عارف راسك شنو باغي دير من الاول، باش فهمتي بعد ما كتفضي معاه من الاول داكشي فوالا. دونك ولكن شنو اللي تنصح مثلا دابا، حيت بزاف اللي يكونوا كيتفرجوا فينا مثلا في السيزيام ولا ولا طالعين للسيزيام غيبغيو يعرفوا شنو كيفاش يقدروا انهم يوازنوا بين دوك الجوج مثلا، حيت كاين مثلا اللي كيطيح في الغلط كتلقى مثلا في السيزيام وكيبقى يقول غير داكشي سيونتيفيك وكينسى الجهاوي وفي الاخر حافظ الله كيجيب شي نقطه اللي كتخرج ليه على المستقبل ديالو، او لا العكس كتلقاه كيركز كيبقى يحفظ وداكشي وكينسى لا باز السيزيام اللي كتشكل ليه عائق كبير في الباك. يعني دابا انت شنو اللي خلاك انك توازن بين هاد الجوج من غير هذاك لي بروغرام اللي قلتي، ولكن في يعني شنو اللي خلاك انك ما عرفتش واش داك لو سكري اللي خلاك تكمل فيهم جوج؟ المهم كنهضر على الحفاظه، الحفاظه هما جوج حوايج، الحاجه الاولى بعدا طبعا في البدايه راه كلشي كتجي زعما باش يوازن بين هاد جوج حوايج صعيبه، غير هو من بعد خص الواحد يبدا يعتاد، حيت كيبقى الفرق ماشي في حيت الصعوبه راه كتكون صعيبه على كلشي، غير كتبقى كيفاش الواحد كيتعامل مع هذيك الصعوبه. المهم بالنسبه للمواد ديال الحفظ كاين واحد لا ميثود، المهم هما كاين ثلاثه ديال لي ميثود كنت كنخدم، الميثود الاولى هي انا ما عرفتش السميه ديالها بالضبط، المهم ما نحاول نشرحها، بحال اللي كتحفظ داكشي بشكل متباعد، مثلا دابا كتحفظ دابا كتجي كتحفظ داكشي اللي درتي هذا النهار، مثلا درتي شي درس ديال التربيه الاسلاميه كتحفظو، عاوتاني كتعاودو مثلا عاوتاني في الويكاند كتعاود تراجعو، عاوتاني كتبقى عاوتاني بحال هكاك، ولا مثلا ديك عاودتي هذا الويكاند غتعاود حتى دابا شهر بحال هكا كيبقى كيترسخ ليك في الذاكره ديالك. هذه من جهه. الطريقه الثانيه هي واحد الميثود كنت قريت عليها، هاد الميثود هادي بيرسونيلمون ما خدمتهاش في الاخر في هاد لا بيريود، ولكن غير بغيت نعطيها نزيدها كنصيحه، كتسمى فينمان تكنيك. بون هاد لا ميثود كانت بحال دابا باش كتبين بانك انت فاهم واحد الحاجه خصك تعرف تشرحها لشي واحد اخر. والحاجه الثالثه على حسب الحفظ كما قلت لك كدير بلانينغ، انا كنت كنخصص المواد ديال الحفظ كنخليهم في الليل، حيت انا كنت مرتاح كنحفظ في الليل وداك الشيء، حيت علاش كنت كنخلي الوقيته ديال الفجر من بعد الفجر، حيت كيكون راك عارف العقل كيكون مرتاح ما كيكونش الصداع ديال برا وداك الشيء، دونك كتقد تخدم زعما تخدم المواد ديال الحفظ ديال الفهامه بحال الماط والفيزيك، تخدم لك شي بروبليم ولا شي حاجه كتكون مرتاح زعما. يعني الطرق ديال الحفاظه والاختيار ديال الاوقات سهلوا عليك المهمه باش انك تالتيرن مزيان. دونك كما كنلاحظوا تبارك الله كيفاش كتقلب ديما على كيفاش تفيد راسك، يعني ديما كتقلب على الطرق ديال الحفظ، الطرق ديال كيفاش تراجع وهذا، هذه حاجه مهمه اللي خاص يعني الشباب اللي طالعين تاهما يتانسبيرو من هذه القضيه وتانسبيرو من البودكاست، حيت هذا الشيء مهم بزاف انك تكون كتقلب باش حيت بعد مرات كتلقى شي حوايج اللي كيختصروا عليك بزاف ديال الوقت. المهم سي في السيوي غنبدا نسولك من البداية ديال المسار الدراسي ديالك، اللي غنسولك من السانكيام علاش بالضبط اختاريتي سيونس مات من السانكيام، علاش ما اختاريتيش مثلا دير ايكونومي ولا دير شي حاجه واحده اخرى؟ نقول لك الصراحه حيت لقيتها مكتوبه في البلدان خديت البلتان ديالي في السنكي، وهذا هذا غلط فهمتيني، كيما طاحوا فيه كاع التلاميذ طحت فيه حتى انا.
عجبتني ديك الصراحة. اه والصراحة فهمتي، ما نقولش لك انا كنت مبلاني نديرها. انا سيفري سانكيام كان عندي مع المات، كان عندي مع الفيزيك، كنت كنجيب لي بون دي بون نوت في المات وفيزيك، والاساتذة ديالي يعني ريكومونداو لي ندير سيونس مات في سيزيام، وانا ما كنتش عارف ديك الساعة نقدر ندير وهادي، وتبعتهم فهمتيني تبعتهم. الا بقيتي عاقل في السانكيام كانوا جاو عندنا واحد الدراري ديال الايكونومي، وكانوا كيشرحوا لينا الايكونومي وداكشي، عقلتي؟ مابقيتش عاقل حقا. اين هي كل واحد داروا لنا واحد بريزونطاسيون كيشرحوا لنا لا فيليير ديالهم وداكشي. عاقل المهم بزاف اللي ما عطاوش اهميه، وانا انا صراحه عجبتني في الشرح والايكونومي وداكشي، عجبتني ديك لا فيليير، ولكن واخا هكاك ما زعمتش عليها فهمتي، خصوصا دابا تقول لوالديك غادي ندير ايكونومي، وما بالنسبه لهم ايكونومي واحد لا فيليير كيمشيو لها غير الكساله وهذيك لا فيزيون، داكشي علاش ما زعمتش عليها اصلا. وصافي تبعت هذاك الشيء اللي ريكومونداو لي الاساتذه، قالوا لي دير سيونس مات، درت سيونس مات. صافي هادشي علاش درت سيونس مات في سيزي. وبالنسبة للسيزيام كيفاش قضيتي التوازن بين المواد ديال الحفظ والمواد ديال الفهم؟ سيرتو مع راك متبوع مع الجهوي طبعا في الوصفة ديال العام. والصراحه انا كنت عاطي اهميه اكثر للجهوي، ممكن يكون هذا غلط، ولكن انا كنت كنشوف زعما الجهوي بالنسبه لي كان فهمتي واحد بحال قلتي هز واحد الصخره فوق داري وباغي نلوحها في اقرب نقطه فهمتي، يعني كنت باغي يعني نجيب مزيان في الجهوي، دونك كنت كنعطي اهميه اكثر، الشيء اللي خلاني انني نكون ماشي مزيان بزاف في لي ماتيير سيونتيفيك، ما عطيتهمش اهميه بحال في السانكيام. في السانكيام كنت كنقرا غير لي ماتيير سيونتيفيك، كنت مزيان فيهم، ولكن في السيزيام وقعت لي واحد لابتيت شوت، خصوصا مع كنت يلاه تلاقيت مع سيونس مات وداك الشيء، مع داك الشيء خصو التركيز، وانا التركيز ولا ما كنتش عاطي ديك الساعه، دونك هذا كان واحد الغلط كبير في السيزيام درتو، نتمنى اللي غير يتفرج فيه ما يديروش فهمتيني. انه كاين واحد الحاجه اخرى هي حيت حنايا كنا من الجينيراسيون اللي ما دوزاتش التاسع، دونك كان هو اول امتحان اشهادي دي حقيقي ديالنا، حيت الساس ما كنعتبروش امتحان اشهادي حيت كلشي يدوز الساس، ولكن زعما ما دوزناش التاسع، دونك الجهوي كان هو اول امتحان. احنا الدراري باي ذا واي هما اللي جاتهم التاسع، جاتهم كورونا في التاسع ولغاو لينا البروف. ايوا ممكن يكون عندها تاثير هذه القضيه هذه، ممكن وكان عندها تأثير سوتو في الواقع. كنت مزيان في الكوليج يعني جو بونس با كورونا كانت تكون أثرات عليا، كنت مزيان في الكوليج، ولكن أنا السبب الرئيسي اللي أثر عليا في سيزيام هو القضية، كنت مخلوع من الجهاوي وكنت عاطي أهمية أكثر منه، وهذا رسالة لكم ما تعطيوش الجهاوي أكثر من حقه زعما. وكاين واحد الحاجة واحدة أخرى ما يسمح لي حيت قاطعتك، ولكن أنا كنصح الناس يحاولوا يجيبوا النقط طالعين بزاف في الجهاوي، حيت الجهاوي كيجيني شي امتحان ساهل دابا، المهم بعدا ما حاولوا ما تعطوش اكبر من القدر ديالو، ولكن هو اصلا امتحان ساهل احفظه، دونك اللي حفظتي راك تجيب شي اسهل امتحان تقدر دوز. واسهل امتحان ملي كنقول لك امتحان ماشي كونترول كونتينيو، كنقول لك امتحان زعما اشهادي، اسهل امتحان اشهادي تقدر دوز في المسيره الدراسيه ديالك هو ذاك الجهاوي، يعني ما تعطيوش هذيك الاهميه الكبيره وداك الشيء فهمتي، عطيو ان مينيموم ديال الوقت وراه غتجيبو ديروا اللي عليكم، حفظوا الدروس ديالكم وصافي غتجيبو مزيان، يعني بلا ما تحتاج داك الاجتهاد الفايت ماتش، حيت ماشي شي حاجه صعيبه بزاف. عاوتاني واحد الحاجه واحده اخرى، يحاولوا سميتو يجيبوا شي كيما قلت الماكسيموم ديال النقاط، حيت سهل مقارنه، سهل بزاف مقارنه بالوطني، وكل ما جبتي فيه نقطه مزيانه كل ما كانت حيت دابا راه 25%، راه واخا كاين بزاف اللي كيبقى يقول لك انا صافي راه غنبقى نركز على الوطني وداك الشيء، وكاين كيتناسى المواد ديال الجهوي بحال اللي هما التربيه الاسلاميه والفرنسيه والاجتماعيات والعربيه، كيحقرهم كيما كنقول كيحقرهم. سقطوا الجهوي في الوطن. داك الشيء فوالا، دونك هذا هو الواحد من التواش. المهم جو بونس جاوبت على السؤال ديالك السي امين. المهم دوز لا كيسيون الثانية، علاش كملتي سونس مات وعلاش خصك تختار سونس مات بي في الاخر في الباك؟ المهم هذا سؤال مهم، ما عرفتي علاش، حيت صراحة ما اختاريتش اختاروا لي. بعدا قول لهم بعدا الفرق بين سونس مات او سونس مات بعدا باش يكونوا عارفين وناس اللي طالعين الباك. هو ما كاينش فرق، هو باس اس في تي كتقرا اي سي، اي سي اللي ما كيعرفوهاش هي سيونس دانجينيوري، كتقرا فيها ما عرفتش نشرح لك، صح كتقرا فيها
لي سيستيم ودوك الشيء اللي كيكونبلي ميكانيك. سيستيم لي ميكانيزم ودوك الشيء، راه خديتي كيقرا باقي حتى اللعبه هو يشرح لك احسن منه على شنو اي سي. المهم هذه هي الفكره عامه. هو اصلا سميتو الاغلب اللي كيبغي يدير سونس مات بي كيكون ديجا داير مع عنده باغي يدير من بعد سيكل انجينيور في الانجينيري، دونك سواء هذه كلاس بريبا ولا هذه كلاس بريبا انتيغري فينانس ولا لينسا ولا اي ايكول. دونك ولكن سا نونبيش الواحد زعما يكون سونس مات او يقدر يدير كلاس بريبا عادي زعما الاخر كاع كيكونوا داكشي كامل كيتعاود كلاس بريبا، غير هو اللي كيكون داير سونس مود بي كيكون شويه عنده شويه د الباجاج في الاس اي اللي كيعاونو في البريبا كي حيت كيقراو بزاف الاس اي في البريبا. واي دونك فوالا دونك انا علاش اختاري سونس مود بي؟ صراحه انا ما اختاريتش حيت انا اصلا كنت باغي، كنت متردد صراحه، كنت متردد وغير زعما دوك النقاط اللي كنت كنجي في السيزيام في الاخر، والاخر ديال السيزيام فاش حسيت براسي زعما بريباريت مزيان للجهوي، وكانوا شي امتحانات في الاخر زادونا شي امتحانات الماط والفيزيك، وهذوك هما اللي كنت بحال قلتي عطيت فيهم شويه الجهد، كنت جبت فيهم مزيان وعطاني واحد الثقه في النفس اللي اختاريت بها سيونس مات. ملي اختاريت سيونس مات تناد معايا الحال بيسكو رجعت لي ديك ليستوريك ديال السيزيام كامله، قلت واشوف دابا شحال من حاجه انا ما شديتهاش في السيزيام، غيوقع لي واحد المشكل في سيونس مات في الباك، دونك فوميو انني ما نختارش سيونس مات نمشي بي سي، داكشي غيكون شويه فهمتي شويه ديال لوي داكشي نقدر انني نمشي شويه احسن. فوالا دونك مشيت للسيت ديال مسار وبغيت نقلب، سميتو بغيت نقلب بي سي. مع بغيت نقلب بي سي، لا قبل ما نمشي للسيت ديال مسار كنت درت صلاه الاستخاره، درت صلاة استخارة وقلت يا ربي إلا كانت سيونس ما تحسن لي يا ربي تيسرا، كانت بي سي حسن يا ربي تيسرا. صافي مشيت ديك الساعة المسار كنبغي نقلب، كيطلع لي واحد الميساج ديرور بالحمر، كنعاود نبغي نقلب كيطلع لي واحد الميساج ديرور ما بغاش تقلب. صافي قلت بلي ربي اختار لي نبقى بي سي. وعاد قبل من هاد ليستوار اللي عاودت لكم كنت كنتردد، وفاش كنت كنتردد كنت كتبت فواحد الورقه، عطاونا الاداره واحد الورقه كتبت فيها بي سي، ولكن اصلا ديك الورقه صافي غيان دير، يعني الا بغيت ندير سيونس مات راه غندير، انا كتبت بي سي وصافي. فاش كتبت بي سي شافوها الاداره ما فهمتش بحال قلتي تصدموا ولا شي حاجه، انا وشي وحدين عيطوا لينا الاداره وقالوا لنا علاش درتوا بي سي انتوما خصكم تكملوا سيونس مات، بقاو كينصحوا فينا، قدروا نقولوا بيعونا العجل اونتر بارونتيز. انا وشي وحدين جاو عندنا الاساتذه الماط والفيزيك قالوا لنا لا انتم تلاميذ مزيانين وهذا هو سي فري، في الاخر تقريبا كلشي كان كيجي مزيان في الاخر، حيت ما بقاش عندنا داك ستريس الجهوي بزاف زعما البريباراسيون من ستريس ديما كاين، والبريباراسيون خفات شويه في الاخر، يعني كلشي شويه بدا كيجي بنقاط مزيانين، ولكن زعما الا جيت تشوف الهيستوريك ديال العام كامل راه ماشي شي نقاط او بزاف اللي مشاو زالقين من لهم. انا مشيت دات سيونس مات ومني بغيت نقلبها تعكسيت بحكم انني درت صلاه استخاره وصافي وكملت، ومن بعد غنكتشفوا بلي راه فيها خير، زعما راه ماشي غلطت ولا شي حاجه، الخير فيما اختاره الله، فيها خير، يعني نقدر نقول لكم درت بي سي كنت نقدر ما نديرش هادشي اللي دابا انا داير وعاجبني الحمد لله. وكيفاش مشيتي في الباك في سيونس مات؟ كيفاش كانت المسيره ديالك في الباك؟ وكيفاش تا واجهتي الصعوبات؟ كما كنعرفوا سيونس مات راه ماشي ساهله كما قلنا في الاول. بالخدمه سميت الارور، راه كتبقى تخدم سيرتو في ديك لابيريود ديال شهرين اللي بقات ولا 3 شهور اللي بقات، كتبدا تخدم بزاف ديال سميتو الامتحانات ديال الاخر ديال الوطنيات وداك الشيء، وكتبقى تفهمتي كتخدم الاخر وصافي والحمد لله وفقني الله باش درت الخيبة النقطة مزيانة باش ندير تخيب. داكور، ودابا ملي قرب الباك، شنو كان الإحساس ديالك فاش يلاه قرب الباك؟ يعني بقى ديك شهرين بحال هكاك، فاش كنتي كتحس؟ ما الحمد لله ما كنتش كنحس بشي ستريس لي لاخر، دابا كنت حس بواحد الستريس شوية، حيت دابا أنا باغي ندير كلاس بريبا، كلاس بريبا هي كتدخل ليها بأي لاخر على حسب الكلاسمون، كيشوفو هما كيديرو دي ليست برينسيبال من بعد كيدوزو ليست داتونت وداكشي. غير هو كان عندي شويه ديال ستريس غير باش ما نجيبش كلاس بريبا، ولكن الحمد لله جبتها في الاخر، دونك زعما ماشي شي حاجه، حيت الواحد فاش كيستريس بزاف وخا يكون
واعر، ولكن بعد مرات كتقلب شي حاجه كتخسر لي داكشي كامل اللي كان بانيه بعد ان شاء الله. وكان معنا واحد ليكزامبل ديال واحد التلميذ اللي ستريس سبب ليه انه ما قدرش انه يكمل في الجهوي ديال ياك، الجهوي ولا الباك؟ لا الوطني جهوي، الجهوي جاب فيه 18 كده 90، كتقول لي ستريس الباك ما قدرش الباك، حيت هو كان متفوق وكان كيجي ديما هو الاول، سيونس مات كان كيجي ديما هو الاول، ولكن داك ستريس ديالو هو اللي مالوريزمون قدر الله ما شاء فعل انه ما قدرش انه يدوز الباك ديك الساعه، وقع عليه شي واحد المشكل وبقى كي يعني مرض واحد المرضى خايبه الله يحفظ، ولكن من بعد الحمد لله رجع وكمل ودابا راه مزيان. يعني غير الميساج هو ما تستريساوش، الستريس يقدر يوصل لكم شي حوايج خايبين اللي ما هو شوف ستريس ضروري، هو ستريس ولكن ستريس بحدود، حيت الحدود اي حاجه بتاعها باش تساوي لوجيك الحدود ديالها لوجيك راك تنقلب بالضبط، ما تفوتش المعقول. حيت ديك ستريس ضروري ما يكون هو بصح ما خصناش نكثروا منه، ولكن ديك ستريس اللي ما كانش ما غاديش يكون عندك ديك الاحساس ديال المسؤوليه، حيت ضروري كستريس فاش كتبدا شي حاجه جديده ولا كتحاول تفوق في واحد الماده ولا شي حاجه، ضروري كتحس بستريس، كتبقى تقول واش مثلا كتخاف من الاسئله، مثلا في القسم كتكون باغي تفوق في شي ماده، دونك خصك ضروري تسول الاسئله، وفاش كتجي تسولهم كتخاف مثلا ديك السؤال ديالك يبان بليد مثلا قدام الاسئله ويبقاو سميتو يضحكوا عليك الدراري صحابك وداك الشيء، هذا ستريس نيجاتيف. وكاين ستريس بوزيتيف، كاين ستريس بوزيتيف اللي هو فاش كتكون مثلا هدير واحد دابا باغي دير واحد الحاجه جديده مثلا بريبا وداك الشيء، كان عندي واحد الستريس كنقول واه بريبا راك عارف سميتو شنو الناس كيهضروا عليها وداك الشيء، ولكن واخا هكاك ديك ستريس هو اللي كيخليك انا حيت كل ما كانت مسؤوليه كبيره كل ما كان ستريس حتى هو شويه زايد. فوالا. وبالنسبة للناس اللي عندهم دابا الباك هذا العام هذا، شنو اللي كتنصحهم؟ يعني واش يبداو يبريباريو من أول نهار في الباك، ولا يتسنى مثلا ديك شهرين للآخر عادي يبداو يبريباريو، ولا كيفاش كتنصح؟ وهو احسن حاجه تبريباري من النهار الاول، غير هو طبعا حتى واحد ماشي حتى واحد من قليل كيديرها، دونك الواحد في يبدا ماشي سميتو يكون كيخدم والو عادي يقول لك الشهرين الاخرين عادي يبدا يخدم، هذه راه تخربيقه وكيديروها الناس غير اللي باغي يجيب مثلا 10 ولا 11، ولكن اللي بغى شي واحد اللي باغي بصح شي يدير شي حاجه من بعد شي حاجه اللي التعاون وداك الشيء يكون اللي مزيانه، خاص يحاول مثلا في البداية العام يبقى غادي داكشي بشويه حتى يبدا ديك لا بيريود ديال 5 شهور 4 شهور بحال قبل الامتحان، يبدا يشوف شي اكسيليري لو ريتم ديالو، يديك الاخر يبدا يزرب يزرب يزرب، يبدا مثلا يخدم ليه في الويكاند مثلا شي شويه الوطنيات الاخر، من بعد عاوتاني الاخر يبقى يزيد مثلا فاش بقى شي 3 شهور يزيد الخدمه الوطنيه في السيمانه، عاوتاني سميتو الاخر حتى يرجع ديك سميتو الاغلبيه الوقت ديالو كيدوز في الوطنيات بحال هكا كيعرف الاخر الوطنيات كيفاش كيتحطوا. وحاجه كاين واحد الغلط في الخط اللي كتبان السي الخديف، داكشي حنايا واحد الغلط حنا في 2020 راه داكشي اللي باغي نقولو، اللي باغي نقولو هو الباك ديالنا حنايا تحط زعما مبدل على اي وطني تحط قبل، غير هو سميتو زعما كاش نقولها بصح دابا داكشي هو ضروري خصك تخدم الوطنيات اللي تحطو قبل، ولكن في نفس الوقت تحاول تخدم شي حاجه جديده اللي عمرها ما تحطات، او تخدم كما كنقولوا حنا في كلاس بريبا كنخدموا لي كلاسيك اللي هما شي حوايج اللي باينين زعما اللي كتحطوا بزاف دي بروبليم داكشي، شي حاول تخدموا شي حوايج اللي ما واخا مازال ما تحطوش في الوطني يقدروا يحطوا ديك العام، زعما حاول تخدموا شي حوايج اللي فايتين النيفو ديال الباك، سود هذه في لا بيريود اللي قليله ديك الشهر اللي بقى داكشي حاولوا تزين ما تفوتوا ديك النيفو ديال الباك، باش هذا كان هذيك كنصح اللي باغي يجيب شي نقطه اللي واعره ماشي نعم يجيب زعما البروغرام المثالي اللي بغيتي تمشي مزيان مخير في الباك هذاك الشيء اكزاكتومون. فهمتك. شنو هي الطريقه اللي كتنصح بها الناس يدوزوا زعما كنصيحة شي واحد اللي عطل الباك؟ شنو هو الباركور نهضروا في البداية على الباركور ايديال بالنسبه لك، وعاد الباركور اللي بالنسبه للناس اللي غير باغي مثلا يجيبوا ديك 14 15 باش يقدروا يجيبوا لا ماجوريتي ديال لي زيكول زعما باش يدوزوا لي كونكور ديالهم باش يجيبوا لي سو ديال لي زيكول. و بالنسبه لشي واحد اللي باغي غير يجيب لي كونكور كنصحو انه يطلع بحال اي واحد، يعني بلا ما يدير شي بريباراسيون في الصيف ديال الباك في شي حاجه ولا شي حاجه، غير يدخل بحال اي واحد ملي يدخل القسم يركز مع الدرس 100% ما يزيد حتى شي ديتاي، من الاحسن يكون داير واحد
الكارني صغور لكل مادة كيقيد فيك الملاحظات. بعض المرات واحد الحاجة مهمة اللي كتخلق الفارق في القسم انا ما كنتش كنديرها، ولكن تم بعد دابا كنديرها في الكلاس بريك. واحد الحاجة كتخلق الفارق وهي فاش كتكون كتبع مع الاستاذ كيطيح في بالك شي سؤال، ودابا داك السؤال فاش كيطيح في بالك كتقول مع راسك صافي غنخلي الاستاذ يسالي الشرح باش نقولها ليه، حيت ما يمكنش الاستاذ كيشرح باش تقول ليه استاذ، ما يمكنش، خاصك يسالي الشرح وهو كيفتح المجال للاسئله، وديك الساعه خاصك تسول وانت كتقولها مقعقل عليه، ولكن تيلمون كتكون منغمس في الشرح ديال الاستاذ ومكونسونطري معاه كيمشي لك داك السؤال، ومني كيفتح لك الباب الاسئله كتنسى، وتقدر تسولو شي سؤال ولكن تنسى داك السؤال المهم اللي جاك في الاول. يعني الخطه اللي نقول لكم ديروا شي كارني، الاستاذ كيشرح وانتم كتقيدوا الملاحظات وكتقيدوا الاسئله اللي كيطيحوا في بالكم. المهم هذه اونتر بارونتيز فوالا. دونك ملي تركزوا مع الاستاذ 100% في الشرح، حاولوا انكم تخدموا لي زيكزيرسيس اللي كيعطيكم، خدموهم حيت هما اللي غيخليكم انكم تفهموا اي درس الا ما خدمتوش دوك التمارين اللي كيعطيكم، حيت هو ما بين كاع التمارين اللي كاين في وجه الكره الارضيه اختار هذوك التمارين وعطاهم لكم، هو عارف علاش اختار. يعني خصكم تخدموا دوك التمارين، ما تقولوش لا غادي نمشي نقلب على التخراج ولا لا غنسول تشات جي بي تي ولا شي حاجه، حيت غضرب كلشي في الزيرو وما كاين لاش دير هذاك الشيء، فهمتي؟ ما غاتفيد راسك بوالو. يعني سير فهمتيني، خد واحد ساعتين ولا هذا وخرج ولو غير ثلاثه التمارين مزيانين صافي، وسط هذوك التمارين غتلقى اسئله واش قايدهم في الكارني باش ملي تجي القسم سول الاستاذ هذوك الاسئله عاوتاني، وحلتي في شي حاجه سول الاستاذ باش هكا كتفوق، فهمتيني؟ هذا بالنسبه لشي واحد اللي باغي غير يجيب لي كونكور، فهمتيني؟ حيت سيونس مات خاصه، يعني الا بغيتي تجيب لك 14 في سيونس مات سي با دوني، زعما يسحابك زعما ساهله ولا شي حاجه. بالنسبه للناس اللي باغيين اكسيليو هنايا سي توتالمون ديفيرون، خاصك في الصيف ديال الباك تكون طلعتي على البروغرام بعدا كيداير ديال الباك، عرفتي كل حاجه كل ماده والبروغرام ديالها كيفاش داير، تكون حطيتي ولو تطلع غير على الدروس الاولى بعدا باش توجد شويه نفسانيا لهذوك الظروف، فاش تدخل الباك زعما العام الاول نهار الاول ديالك تكون ديجا عارف البروغرام وعارف دوك الدروس الاولين باش كتموتيفا وكتكون مرتاح. وخاصك دير هادشي اللي قلت ديال هادوك اللي باغيين غير يجيبوا لي كونكور ديرو، وفوق داكشي تزيد تخدم التمارين اللي ما كيعطيكش الاستاذ، يعني تولي انت كتقلب على زعما التمارين، ومن الفوق من الفوق تخدم الوطنيات ديال هذيك لابارتي، مثلا درتو شي درس في النوكلير وسير قلب على بحال هذاك الدرس في النوكلير، سير قلب عليه في الفيزيك في شي وطني وخدمه، وبدات باش تولف على الوطنيات وداك الشيء. وان فوا تسالي البروغرام هادشي الا بغيتي اكسيل، زعما كنقول لك هذا شي واحد مثالي، ملي تسالي البروغرام عاود دوز عليه من الاول حتى الاخر فيت في بالتمارين، كل درس دير ليه تمرين، كل درس دير ليه تمرين باش تركز داك الشيء كامل، ومن بعد بدا في الوطنيات العاديه والاستدراكيه العاديه والاستدراكيه العاديه والاستدراكيه تطيب وسير دوز ديك الساعه. نعم كاين واحد الحاجه واحده اخرى اللي هي فاش المهم هذيك نصيحه وما جوج نصائح. النصيحه الاولى هي الواحد باش يجي يخدم التمارين ما يجيش وي اتاكي التمرين الصعيب هو الاول، يحاول يبدا داكشي بشويه يبدا بالتمرين الساهل لي زابليكاسيون دو كو وداكشي، يدوز عاوتاني لي زيكزيرسيس لي بشويه زعما النيفو ديالهم عاوتاني عاد بادي زعما كيكونوا بحال لي تي دي لي طرافو ديريجي، بعد يدوز عاوتاني يخدم التمارين صعاب اللي كيحطو الاستاذ عادي يدوز يخدم الوطنيات، حيت كاين اللي كيبغي وكيبي زعما كيكون موتيفي. مشاش كونيكسيون وقيلا. كنت كنقول واحد كاين شي ناس اللي كيكونوا موتيفي بزاف حتى كيدخل ديريكتومون كيبغي يخدم الوطنيات من بداية العام، ولا من ها هو سلا الضغط ديريكتومون بغي يخدم الوطنيات بلا ما يدير ديك يخدم التمارين بنيفو اللي تدريجي، غادي داك الشيء واحد الاخر النيفو ديال ديفيكولتي كواس. وكان الصحه الثانيه ما يجيش الواحد يبقى يخدم واحد العدد كبير ديال التمارين غير باش يتسمى راه خدم بزاف تمارين في واحد الدرس، حيت يقدر يخدم مثلا تمارين ديال النيفو زعما النيفو ديالهم ساهل ويتسمى ها هو داير 10 تمارين في واحد الدرس مثلا ولا 10 تمارين في هذا النهار، الوغ هو مازال ما يقدر الواحد يمشي يطار مع واحد التمرين ساعه ساعتين نفس التمرين. كنقول لك هذا اللي كان واحد باغي اكسيلي ماشي واحد اللي باغي غير
يجي بقى فهمتي باش يضرب مع باش يجيب المعدل، ولكن اللي كان واحد باغي يفتح اكسل يحاول يبقى يضرب مع التمرين، حيت ديك هاد الطريقة هادي باش الواحد يضرب مع الآخر وكتخلي عقله يكون عنده بحال واحد كما قرينا في الفلسفة الحدس، هاد الحدس كيخليك زعما ديريكتوم كتعرف لا ميثود ديال التمرين، ها كتقرا كتعرف لا ميثود باش هتخدم باش تجاوب عليه. هذه مهمة، هذه كتختصر عليك بزاف ديال الوقت. دونك ماشي ما بقاش في الكمية، ما بقاش جودة، في الكاليتي، فهمتوني؟ نعم. المهم بون، دابا سالينا واقع على الأسئلة ديال العام ديال الباك، دابا بغيت نسولك على نهار ديال الباك. نهار ديال الباك غتمشي دوز الباك، أول مادة هي الفيزيك، شنو التعليق ديالك على ذاك النهار؟ وشنو التوجيهات اللي درتي ذاك النهار؟ فاش فقتي الصباح شنو درتي حتى الاخر نهار؟ هو شوف الواحد يفيق يصلي باش يكون مرتاح، من بعد ينوض ياكل شي حاجة خفيفة باش ما يتقلش على حيت الواحد انا كيجيني سميتو واحد نصح كنت خديتها شحال هادي، ما عنده واحد الاستاذ ديال الماط كان قراني في الكوليج، كان قال لي الواحد كيفكر احسن فاش كيكون ميت الخاوي، دونك فاش كتكون مغلق سميتو سميتو مثلا في رمضان فاش كتكون بعد الفطور كي واحد كيمشي كي ضرب شي زليفة هاد الحرير، داكشي كيضرب شي 10 زليف ما عندو كيفاش يفكر يمشي يضرب بناسه، دونك الواحد ياكل شي حاجه خفيفه شي حاجه اللي ماشي ضروري تكون سميتو، حيت كاين بزاف كيبقى يقول لك الكركاع سميتو الزبيب وداك الشيء، المهم كل اي حاجه ما الكركاع كي حل الدماغ، ولكن ماشي حتى الدرجه ايوه داك الشيء تحافظ والو الكركاع تولي كاين اللي كيجي مع كيلو ديال الكركاع ولا كيلو ديال الزبيب ولا داك الشيء كيتسنى يخرج ليه المعلومات بالسيف، هو يتقرع واحد ياكل شي حاجه خفيفه، دابا الواحد ياكل شي حاجه خفيفه بحال هكا كيمشي يدوز على يدوز راه يمشي يدوز خفيف، الانطباع ديالي على الامتحان ديال الفيزيك هو ما انطباع ما والو، ما امتحان من الاول دلوق ديالو بس من الشيمي شويه تحط فيه داكشي كامل اللي كنا كنقولو زعما شي حوايج اللي كنقولو هادي يمكن ما تحطش هادي راك عارف ديك الامتحان الاخر، وهادي كنصيحه للدراري ما تبقاش تقولوا هادي ما تحطش دونك راه سميتو ما غاديش نخدم، خدموا كلشي خدموا كلشي باش حتى ديك الحاجه اللي شحال راجعت ديال الساتيليت، خاصي طاب الساتيليت كنت كنقول صافي راه غيتحط مع واحد، كان واحد الاستاذ ديال ليكور والقضيه ديال ليكور ندوي عليها جاي، كان واحد الاستاذ ديال ليكور كيقول لي انا راجع الساتيليت راجع يقدر، وبقيت كنراجع في داك الساتيليت نراجع في الساتيليت نراجع في الساتيليت، هو النوكلير النوكلير والساتيليت، ما تحط لا نوكلير لا ساتيليت. هو شو كتبقى تجربة هي حقيقة خايبة ولكن كتستافد منها، كتستافد منها ماشي دايما داكشي اللي كتسناه ولا عاد تلقاه قدامك من بعد في المستقبل، دونك بصح دوزنا امتحان ما دوزناش مزيان، ولكن حاول الواحد يحاول ديك الامتحان اللي ما دوزوش مزيان ما ياثرش ليه على النفسيه ديالو باش ما يقولش صافي ضاع لي الفيزيك دونك صافي راه يضيع لي المواد الاخرين، حيت الا درتي بحال هكاك راه لما وقت تكون راك فاهم المواد الاخرين راه ضايع فيهم حتى هما، حيت كتبقى بحال لعبه على النفسيه ديالك، دونك الواحد يقول صافي زعما قدر الله وما شاء فعل صافي امتحان الفيزيك ما داش مزيان داكشي، واصلا هو فاش كتحط صعيب راه كتحط صعيب على كلشي هكا كرساله، المهم كتمشي دوز من بعد شنو اللي مادري كدوز من بعد. الخيبه في القضيه ديال الا تحط صعيب راه كتحط صعيب على كلشي، الخيبه هي ما كاينش كلاسمون، يعني ماشي داكشي كياخد لك كلاسمون كيكسر يعني الشيء كنسوي صافي ضعت. المهم هذيك تسميت مع بخي بود فيها كلاسمون هادشي علاش، المهم هذه احسن تتناولوها من بعد. عاوتاني قلت لك الواحد ما يخليش هذيك النسي ديالو تاثر بزاف، هو ضروري تعصب باش تقول هاد الحاجه كنت نقدر نخدمها كنت نقدر نراجعها في واحد الوقيته ونيجليجيتها ولا فهمتي، ولكن الحمد لله على كل شيء، الواحد كيقول الحمد لله على كل شيء وكي كيدوز الاتاكي الماده اللي من بعد. كنظن شنو كيدير من بعد تمشي الفلسفه، الفلسفه ياك مورال فيزيك لونغلي لونغلي نعم لونغلي 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 كتكون سهله في هذا الواحد خصو يكون ضابط ضابط القواعد اللي كيخدم مع الاسئله، وسورتو اللي كان الواحد كان كيخدم زعما كيتفرج شويه بلونغلي يكون زعما المحيط ديالو شويه فيه شويه ديال لونغلي كيتفرج داكشي بلونغلي مثلا لي فيلم لي سيري نتفليكس دايره خدمته
يبقى مثلا سميتو يكون كيقرا، كاين بزاف هذه مشكله كبيره، الواحد ما كيقراش فيكتب بزاف، ماشي ضروري تقرا كتاب ديال التنميه الذاتيه، كتاب تكون كتقرا الديني او لونجلي تتنقل والله، بكم. تكون كتقرا غير الاخبار بلونجلي، هذه حاجه كبيره. اخبار، تسمع بودكاست، شوف مع البودكاست بحال ديالنا بلونجلي ان شاء الله نترجموه من بعد اللغات من بعد، ولكن هاتي مزيان زعما احسن نطوروا ان شاء الله. اسمع مثلا هذه اللي بغى شي واحد عاوتاني نيفو اكثر، غنعطي نصائح دابا مثلا يسمع التريكس، واحد كتعطيه الاخر كيديروا مقابله مع واحد السيد اللي كيبقى يعطيهم النصائح، هذيك راه كاينه لابليكاسيون ديالها كيديروا داكشي كله بالانكلي، كيعاون سورتو في ديفلوبمون بيرسونيل وسورتو كيستافد الواحد من اللغه. عاوتاني يتفرج في دي بودكاست بالانكلي، عاوتاني يتفرج مثلا داكشي كتي دابا دابا مثلا واحد كنتي تفرج في رسوم ولا في شي انيمي ولا في شي حاجه بالفرنسي ولا بالعربيه، مش بالانكلي ما تخسر والو، بديا تمحن شويه تجيك داكشي صعيب، بدا بلي سوتي تدخل بالعربيه ماشي مشكل، من بعد هذيك لي سوتي بالعربيه تحيدهم وتبقى تعتمد غير على زعما الاخر بالانكلي. من بعد سوتي تدخل بالانكلي باش تعرف حتى الطريقه ديال الكتابه ديال الكلمات، صافي راه حدود ديال اللي كثرتي كاع 6 شهور تكون ضابط الانكلي مزيان. وخاص عاوتاني شويه ديال البراكتيك ضروري، واحد يبقى يحاول يضارب مع راه مشيتي هضرت مع الاستاذ ديالك بقى هضر معاه بالانكلي يشوف كتحاول، بالعكس الاستاذ باش يشوف كتحاول ماشي ما يبقاش يضحك عليك ولا شي حاجه، بالعكس هيعجبو الحال يقول هذا التلميذ باغي يخدم باغي يزيد التلاميذ الاخرين، التلاميذ الاخرين يضحكوا الناس، انت زيد القدام راه على راسي بيه ديال الناس، ماشي الناس اللي يدوزوا بلاصتك، انت اللي تدوز، دونك انت اللي كدوز الباك ماشي هو. داكشي فوالا دونك. ومن بعد كاين الماط، الماط كان ديال الفيزيك كلشي، ولكن كان الماط ماشي حريره بحال الفيزيك، الفيزيك هذاك حريره وحريره هذيك لا نهضروا عليها، ولكن الماط كان شويه كان نوع يعني فودي الفيزيك اكثر من الماط تبارك الله. واحد عرفتي علاش؟ غحيت الماط ما كنتش مراجع مزيان الماط الاناليز، هو انا العكس، انا وقع لي جبت الماط احسن من الفيزيك، ولكن ماشي فارق كبير. المهم الماط جاني كما قلت لك مويان، داكشي كنتي خادم زعما الوطنيه اللي قبل غتجاوب على واحد لابارتي كبيره منه، لابارتي ديال الاناليز مثلا راه كانت فيزابل شويه، كانوا حطوا البروبه ديك البروبه فهمتي دهشراتنا شويه حيت الاخر مع الميتيك داكشي مع حنا معولين عليها البروبه ما كتحطش في الاخر، فكتحط غير في الاستدراكي ما كتحطش في الاخر في الباك زعما الوطني، شنو كتسمى وطني؟ الدوره العاديه كتحط حتى الدوره الاستدراكيه، الاغلبيه نيجليجا، وحنا اصلا في القسم ما قريناش، ما دزنا عليها مورو الكرام واحد نص ساعه ولا بحال هكا ساعه ونص، درنا حصه وحده ديال الاخر ديال البروبا وصافي. دونك ولكن ندوزت الحمد لله شويه غير الحمد لله الحمد لله. باش كنتي مونطالمون داك النهار صافي سفي مشيت صافي هو شوف ضروري كتلقى كتسميتو كتكون معصب شويه من امتحان الفيزيك، دونك كتسميتو ولكن كتحاول داكشي ما تخليهش ياثر عليك من بعد، دونك حاولت نقول صافي راه الاخر داكشي داز نركز على الماط دابا ركز عليه، والحمد لله عاوتاني دوزتو حتى هو دوزتو كما قلت لك مويان، دونك زعما كنحاول انا شنو واحد القاعده كنت كنخدم بها وكان قالها لي وايد، مثلا كل ماده درتي دوزتيها صافي نساها، ما تمشيش عاوتاني مثلا دابا مثلا سيرتي الماط ما تمشيش تسول الدراري على شنو هو الجواب ديال هاد لا كيسيون ديال هاد لي كيسيون، سيرتو في الامتحانات الاشهاديه فاش كتمشي تسول الناس من بعد ما سيرتي امتحان على شي جواب راه اصلا ما غاديش تستافد من والو من ديك الجواب، انت عارف شي جواب راه غالط عندك غادي دا تستريسا على قبل الامتحان اللي من بعد. دونك الواحد صافي سالت امتحان سيتو مشيت كنت ديك النهار كنت بقيت انايا وواحد الدري حتى هو راه يكون معنا ان شاء الله في البودكاست زهير، مشينا انا وياه وتغدينا في لوج ومشينا سميتو ورجعنا شويه، كنت عندنا فلسفه ياك الفلسفه كانت عندنا حنايا ناقصين فلسفه، رجعنا شويه في الاخر ما تحطش وضع المشاريع سميتو، ولكن سميتو الحمد لله حتى الفلسفه دوزنا شويه العشيه عندنا في هذاك الوطني كامل الوضع البشري ما تحطش غير هو كنصيحه
الواحد زعما فاش كاش نقولها نحاولوا تخدموا النصوص اكثر، حيت النصوص كيكونوا ساهلين، كيكون مثلا عندك لا باز كامله، كيكون حاطيك الاطروحه والاطروحه الناقد وكل شيء، انت كتحاول الاخر كتكتبوا في الصياغه ديالك نتايا، دونك ممكن هادشي كتحاول اللي تعاود كنتي فاهم. من غير الاكتفاء، ملي كان عندك الاسلوب مزيان في العربيه، كان عندك اسلوب مزيان في العربيه، الفلسفه ديك سهله. انا مثلا سميتو راه دخلت حفظ الوضع البشري، ياك دخلت لقيت غير المعرفه السياسه الاخر الجزء الاخر في الاخر اقتصادي النص، وجبت 13 الحمد لله، زعما واخا ماشي شي نقطه، لكن زعما ما جبتش شي نقطه تحت المعدل، حيت ما كنتش حافظ، انا ما كنتش حافظ والو. المعرفه راه كنت داخل بحال اللي عاد سميتو، راه اول مره كنت كنشوف داك الشيء. خصني نعاود لكم انا القصه ديالي مع الفلسفه، واحد القصه خطيره جدا في النهار ديال الوطن. نقولها دابا ولا تسال؟ سير سير كمل كمل. تسال النهار ديال الاس اي، وديك الساعه نقول لكم. طبعا الاس اي، الاس اي سهل، الاس اي داز مخير وسهل الحمد لله، كون صعبوا معنا حتى الاس اي راه كنا نسفرهم في اضافات ولا شي حاجه. سميتو دوزنا الاس اي الحمد لله كانت سهله، وخا حطوا شي حوايج اللي ما كناش قريناهم حنا في القسم. هو ماشي كاين بزاف اللي كيقول لك الاخر، كان واحد السؤال بالضبط ما كناش قرينا حنا في القسم، ما عرفتش الاستاذ ما قراشني هنا ولا شي حاجه، عقلت عليها فرسيو ياك. كنا صيفطنا اوديوات للاستاذ هو هذا راه ماشي حجه، حيت كنقولوا حنايا الاستاذ ما دارش معنا هذا الشيء، هو دار معنا راه حرفيا ما خدمش معنا ديك اللعيبه، ولكن الحمد لله ما كاينش وحده كانت على شي زيرو ونص، ولكن خرجت سميتو صافي سيد الوطني، ما سوقيش كيفاش دوزتو، صافي دوزتو هي دوزتو، مشيت ديريكت نخرج مع الدراري من بعد الوطني باش نرتاح. قال لكم واحد الزيرو ربحت صافي، خسرنا البارسا انا صافي ربحت، هي دوزت الباك انا صافي ندوز معاك. فوالا دونك دابا الاخوان نشرح لكم دابا انا كيفاش دوز، وانا تقريبا القصه ديال بحال الخديسي، باسكو نفس الباك نفس كل شيء، نفس الدوزه نفس القاعه نفس القاعه نفس كل شيء، غير نفس القاعه لا ماشي نفس القاعه، كان معايا شي دراري اخرين هما اللي كانوا معايا في نفس القاعه. المهم بعد دوزنا الجهاوي دوزنا في شوقي، والوطني دوزنا في زرياب، ما كان معلومه اضافيه واخا ما اذا كمل. قلت لك عارف شكون هو زرياب ولا ما عارفش شكون هو زرياب؟ ايوا نقلبوها بودكاست تاريخي وصافي. لا هذيك المره فاش المهم تم بعد نقول لكم شكون هو زرياب. المهم النهار ديال الباك كما قلت لكم القصه ديالي بحال ديال الخديسي، غير وانا نعاود لكم النهار ديال الفلسفه هذاك كان خطير جدا. فاش سميتو تخطط الورقه ديال الفلسفه، كلشي كيتسنى الوضع البشري، فهمتيني كتشوف في الورقه بحال هكا كيبان لك ما كاينش الوضع البشري، كنشوف هذوك اللي جالسين معايا في القاعه كيبان لك كلشي كيشوف بحالك ما متيقش كلشي، والناس كيبكيو. كاين اللي بكاو، كاين اللي بكاو، حنا بصراحه ما بكا معنا حتى واحد، صافي بقينا كنشوف داك الشيء. انا بقيت واحد ربع ساعه وانا كنشوف صافي، وانا نقول شوف مطرى والو، دابا انا زعما تحطيت امر الواقع، خاصني فهمتي، خاصني ندي برويه. بديت كنقرا في داك الشيء اللي تحط، المهم الناس ما عارفينش كتحط في الاول سؤال من بعد قوله من بعد النص، بديت كنقرا السؤال قريته عرفته واش من مجزوءه، ما عارف والو، دوز دزت القوله عرفت اش من مجزوءه، قلت هذا نقدر نخربق فيه شويه، قريت النص تاديك المجزوءه حاضر فيها شويه ولكن القوله احسن، صافي قلت مع راسي غنخدم القوله. ولكن علاش اختاريت القوله بالضبط؟ غنقول لكم علاش، حيتاش قبل ما يبدا الامتحان ديال الفلسفه كنت مشيت قبل الوقت، واحد نص ساعه قبل الوقت تغديت وجيت، كنا دوزنا الماط ديك الساعه، دوزنا الماط مشيت تغديت جيت واحد نص ساعه قبل الوقت، وانا لقى واحد الدري كيقرا معايا في القسم كان جالس ورايا، ويقول لي قال ويجبد لي واحد الورقه فيها واحد الملخص ديال واحد المحور، لا درس في محور، كاين مجزوءه وسط منها محاور، وسط المحاور كاين دروس، ودابا هو وراني واحد الورقه فيها درس، ماشي مجزوءه، درس في واحد المحور اللي كاين في مجزوءه، صافي باقي عاقل مجزوءه ديال السياسه، داك الدرس قريته بحال هكا، قال لي هذا هو اللي غيتحط، قلت لي باش عرفتي، قال لي هذا هو اللي غيتحط، غا اقرا،
صافي انا معاك تحافظ الوضع البشري، هو الوضع البشري قلت غنديروا ليه خاطره. شديت هذاك الدرس بديت كنقراه كنحاول نفهم طن طن طن، قريته قلت ليه صافي، عطيته الورقه حطوا لنا الوراقي صافي، قريت القوله كيبان لي هذاك الدرس اللي قريت هو اللي كي سبحان الله سبحان الله العظيم. ومن ثم خدمت القوله. والحاجه اللي عاونتني بزاف اللي ننصحكم بها الدراري في الفلسفه، الدراري وبنات، هي حفظوا المنهجيه، هادي غتعاونكم بزاف بزاف. حفظوا المنهجيه ولا على الاقل غير فهموها بعدا باش تعرفوا كيفاش تنظموا داكشي. حتى ما كانش عندكم ما يتقال يبان للمصحح يبان لي داكشي مقاد، كيعطيكم كيقدركم بعدا على واحد اللي غير كاتبو صح. دونك فوالا، دونك انا تبازيت على المنهجيه وعلى داكشي اللي قريت عند داك السيد، وشي شي لقطات ديال القسم قوليه واحدين في راسي، وزدت شويه ديال المعلومات ديالي انا زدتهم من عندي في الامثله وداكشي صافي. وفلاسفه كتفيدو فيلسوف بيك باور، فيلسوف كبر لا ما كانش، كان هذاك فيلسوف العربي كان في ديك المجزوه سميتو عربي سميتو هذاك هذاك الاخر، المهم نسيت سميتو فاش انا سميتو نقلبوا عليه دابا نيت خلدون. ابن خلدون الله يرضي عليك، كانت مقدمة ابن خلدون ديك واحد الكتاب تبارك الله. المهم هذاك واحد الفيلسوف عربي واللي كان صافي. تباضيت على هادشي والحمد لله جاب الله التيسير وجبت 16.25، جبتها غير من هاد المراجعة ديال قبل ديال قبل الامتحان، وبواحد شوية ديال الثقافة العامة اللي كانت عندي وسميتها منهجي. وكاين ملاحظة واحد اخر، الواحد يخدم على المنهجية وفي نفس الوقت يخدم على الاسلوب ديالو في العربية، حس اللي يقول لك الاسلوب في العربية كيعاونك باش ضروري شوف ماشي زعما تعمر تبقى تقول ليها تعمر صافي، ولكن زعما يكون عندك اسلوب زوين كيعاونك زعما كيعاون نقطة شوية باش تطلع بلاصة ما كتجي مثلا شي 13 كتجيب 14 14 ونص كيزيد لك واحد شوية. فوالا دونك هذا هو هذا هو بالنسبه لي انا كيفاش دوزت الامتحان ديال الفلسفه، واللي كان مختلف زعما على كاع الامتحانات، ما الامتحانات الاخرين كانوا تقريبا بحال بحال. صافي من بعد سالينا الامتحان، انا كنت ماشي ساتيسفي بزاف وماشي ماشي ساتيسفي، يعني كنت بين وبين، ولكن كنت عارف راسي حيت كنت عارف راسي نقدر ندير اكثر، وحسيت بهذيك بهذيك فهمتي بقى فيا الحال ديال باك 2023 كيفاش داروا لنا داك البلان دوماج، ولكن ماشي مشكل حيت كنت خدمت وطنيات قبل وشفت القدرات ديالي وصدقت. المهم ماشي مشكل، من بعد غنكتشفوا بلي فاخر الحمد لله اللي هذا. يلا قول لنا دابا سير خديتي شحال جبتي في المويان جينيرال؟ لقيت 14 ونص ولا كدا 50 ولا كدا 70، المهم بين 14 ونص و 0.7 شي حاجه بحال هكا. طري بيان انا جبت 13 شحال 13 61 واقيلا. كانت عاونتني النقطه ديال الجهوي حيت كانت طالعه، وهذه كنصيحه للناس، خدموا زعما حاولوا تجيبوا الماكسيموم في الجهوي حيت هو اللي يطلع لكم النقطه ديال الوطني، زعما تقدوا الجهوي ساهل، وطني قدوا تحطوا فيه دي كيسيون بياج اللي تقدوا تدوخوا فيهم يسحب لكم داكشي ساهل وتبقاو ماشيين في الخط تلقى داكشي بياج. دونك الجهوي ما فيه لا بياج لا والو، خدموه جيبوا فيه على الاقل واحد يجي فيه مثلا شي 16 شي نقطه فوق 16 راه صافي راه مزيان. وكل ما تمشي اكثر حسن راه احسن. المهم دابا جا وقت وقع الا جا وقت لوريونطاسيون مورا الباك، دابا هادي واحد الحريره، هادي واحد البسطيله، واحد مشكله عويصه اللي كدوز واحد الفتره صعيبه داك الصيف ديال الباك، يعني كيسحب راسك زعما غترتاح من بريباراسيون الباك وداكشي، وهي راه عاد كتبدا بريباراسيون اخرى ديال تقلب على فين غتدخل فين غتدخل تقرا وداكشي. عاود لينا الخديسي على هاد الفتره هادي كيفاش دوزتيها، ولا لا انت كنتي اصلا داير راسي المسار؟ داكشي اللي بغيت نقول، انا ديجا كنت معول غادي ندير كلاس بريبا دونك، ولكن قلت علاش لا احتياطا ندير سميتو زعما ندفع لي زيكول باش ندوز زعما الكونكور ديالهم، دفعت لينصاب وكلشي، درت البريباراسيون في الدراسة اللي كنت فيها ديجا اللي قريت فيها الوطن الباك وداكشي،
دوزت بريباراسيون بديت فيها، كانت بريباراسيون فيها شي 4 سيمانات، كان عمرها 3 سيمانات ونص. دوزت سيمانة ولا سيمانة شي سيمانة ونص بحال هكاك، حبست حيت لقيت راسي تقبلت في بريبا. دونك كنت كنمشي سميتو راه ما كنتش زعما بريباراسيون ديال الكونكور، ما مشيت ما كملتهاش كاع، كنت درتها واحد شويه من بعد حبست. ومن بعد مشيت دوزت لي كونكور غير زعما مشيت دوزتهم غير باش نسميتو نتحك شويه باش في البريباراسيون بريبا، حيت باش ديك النيفو ديال الكونكور هو تقريبا شويه من النيفو ديال البريبا. ومن هنا تلاقيت بالدراري صحابي، فاش حيت راه مثلا هنايا لينسا، لينسا داونا الاس في، دوزنا في لينسا ديال الاس في، ولينسا مشينا داونا المحمديه اللي بقيتها عقل، مشينا دوزنا في المحمديه. اللي كيسول على الكونكور ديال الميديسين، فلت الكونكور ديال الميديسين حيت كنت ناعس، كنت بغيت نمشي ندوز، هو اصلا ما كنتش ما باغيش نجيب الميديسين، غير هو كنت سميتو كانت خصني نفرح بكري على قبل الكونكور ديال الميديسين، وضربتها بنعسة، فقت معطل واحد نص ساعه، قلت صافي بلاش اصلا ما باغيش نديرها دونك بلاش، وما سميتو ما درتهاش. دونك دوزت انا غير لانسان ولانسان، لو ان سي جي ما دوزتهاش حتى هي حيت ما كنتش انتريسي بها، صافي ماشي اللي كاين. دونك دوزت كلاس بريبا الحمد لله تقبلت فيها مزيان. الكلاس بريبا هذا ما فيهاش كونكور غير على حسب لي ليست، وطلعت الحمد لله في لي ليست مزيان. دونك انت هذا هو الافونتاج، شي واحد كيكون طراسي الطريق ديالو ما كيبقاش في قوه التخلويط وكذا، ماشي بحال الحمد لله او بحال بزاف ديال التلاميذ اللي ما كانوش عارفين مزيان داكشي اللي كانوا باغيين. انت الاخر، انا تقريبا انت الاخر ديال الباك عاد باش بدات كتوضح لي شويه الصوره، وكنت بغيت نمشي في لو موند ديال ليكونومي، هو فين من بعد قدرت انني نتفاعل بزاف ديال لي زيكول ديال ليكونومي، بزاف ديال لي فاكولتي، لو اس تي لو اس تي هي لا فاكولتي الوحيده اللي دفعت ليها. كاين هذيك البي تي اس اللي تقريبا بحال كلاس بريبا، ولكن كلاس بريبا بحال فورماسيون، كتعتبر فورماسيون ياك ماشي بحال بي تي اس كتعتبر ان بروفي ان ديبلوم. مهم فهمتوني، يعني دفعت البي تي اس، دفعت لو اس تي، كلاس بريبا، لو ان سي جي، ليسكا او تي هي واخا كيديروا دوك لي سي الخياليين. المهم يعني كما كتلاحظوا دفعت غير هذوك لي فيليير ديال لي كولوم، والحمد لله. وي نقاطعك، هو باش بغيت نقول لواحد الملاحظه، هو هاد الغلط اللي كيطيحوا فيه بزاف ديال الناس اللي ما كيكونوش مدراسين زعما الطريق ديالهم من قبل، راه ماشي مشكل غير ديال التلميذ، زعما التلميذ هو اللي تسبب في هذا المشكل، راه المشكل ديال هو بزاف ديال المشاكل اللي زعما تجمعات، مثلا لوريونطاسيون، مثلا الدوله ما كتسمح زعما ما كدايرش شي اورينطاسيون لاخر التلاميذ، باش ما كتقول لهم هاد لا فيليير اللي بغيتو ديروا هاد القضيه، هاد لي زيكول اللي غديروا من بعد كتسميشو، كتمشي فوقاش كتبدا تسمع على لي زيكول، الاغلبيه ديال الناس فوقاش كيبداو يسمعوا على لينصام وداكشي، حتى كيكونوا سوا يدوزوا قبل ما يدوز الوطني بشويه، ولا كاع اللي مجهد فيهم كاع كي على من بعد ما كيدوز جهوي كيبدا شويه يقلب على لي زيكول. دونك الواحد يحاول الواحد يقل سميتو، هما كاينين ديسيد ديال التوجيه ولكن ما مشهورينش، هذا هو المشكل. المهم خليك تكمل. متعرفوا معك السي خديس في هادشي اللي قلتي. المهم كنت كنقول فوالا دفعت لهذوك المدارس اللي كانتيريسيوني، ومن بعد تقبلت في البي تي اس، ولي كلاس بريبا كان باقي ماشي سيور، يعني كنت باقي كنتسنى لي ليست، وكنت دخلت بالبي تي اس. دونك ملي دخلت البي تي اس باقا عقل كنت درت لافيليير ديال ام سي ماناجمنت كوميرسيال، وبقيت فيها واحد السيمانه وانا كنقرا تما، فهمتيني كنت يعني مقفض ليهم، ولكن واحد الوقيته عرفت باللي كاين بوسيبيليتي ديال انني نمشي للكلاس بريب. هنا بغيت نقول لكم واحد الميساج، هو الا كان شي حاجه مكتوبه راه غتجي، فهمتيني خصك توكل على الله، ولا كان شي حاجه مكتوبه راه غتجي. علاش؟ حنا عشت ديك الفتره، هو اكثر فتره يعني دازت عليا صعيبه ممكن في حياتي، حيت انا يعني الله عندي 19 عام ديال التجربه، ماشي شي حاجه كبيره. اكثر بيريود دازت في 19 عام صعيبه هي لا بيريود دي، يعني من ما بين الباك داكشي اللي كنت بغيت ندير دازت صعيبه بزاف، حيت خصوصا كان عندي بزاف لي دوت، بزاف لي كيسيون. مهم وشنو اللي عاوني هو الله سبحانه وتعالى بيان سور، هو ديك لا سيرتيتود انه رزقك راه غيجي، فهمتيني
دونك كنت كنتسنى لي كلاس بريبا، وسبحان الله العظيم في ديك الوقيته كنت يلاه دوزت الامتحان ديال بيرمي ديال الكود، باقي مدوش السوغان، يلاه دوزت الكود وكنت نجحت في الكود وخارج فرحان. وداك الصباح وديك الوقيته كنقرا في البي تي اس، شديت طاكسي من البلاصه فين دوزت الكود للدار، شاد طاكسي لا افون بليش سبقت الاحداث. بغيت نقول يعني فاش خرجت واحد النهار، خرجت من البي تي اس، خارج مع 6:30، كنقلب تليفوني كنلقى واحد لابيل من واحد التليفون فيكس، كنلقى لابيل من تليفون فيكس وانا ما كيعيطوش ليا اللي فيكس بزاف، يعطوا لي التليفونات العادي، تليفون فيكس شي حاجه هذه، ماشي شي تليفون كنعرفو. ملي دخلت نقلب لقيته من جديده، عيط لي فيكس من جديده، كنقول فيكس من جديده، بقيت كنفكر وانا نقول لي كلاس بريبا، صافي عرفتهم عيطوا لي لي كلاس بريبا، صافي مشيت. اقول له كيفاش عيطوا لي، حيت كانوا داروا واحد لا ليست اكسيبسيونيل، ومشيت دفعت لي لا ليست اكسيبسيونيل وتحطيت في لا ليست داتونت، ومن هذيك لا ليست داتونت كيهزو الا ما جاش شي وحدين في لا ليست برينسيبال كيهزو لا ليست داتونت. المهم كنت هزيت وقالوا لي الا هزيناك غادي نعيطوا لك، دونك عيطوا لي وانا ما جاوبتهمش حيت كنت قاري في ديك الوقيته فاش عيط. صافي كنت خرجت مع السونس وانا نلقاهم عايطين، صافي بقيت كنعيط لهم وما كيجاوبوش، حيت مع ديك السونس حتى واحد ما كيبقى خدام في ديك الوقيته، بقيت كنعيط ما كيجاوبوش صافي اش درت، مشيت هذيك الساعه للدار، بقيت كنعيط والو. الغد ليه كان عندي الكود، مشيت دوزت الكود نجحت فيه، شاد طاكسي للدار، باقي عاقل ديك الوقيته هذيك 8:30 ديال الصباح، ما دوزت بكري، دوزت الكود وشاد طاكسي للدار، وكي وصلني ابل في التليفون وسط الطاكسي، كنشوف التليفون كنلقى لابيل، كنهز عيني الفوق كنلقى التليفون 2% غيطفى، وغيطفى اصلا عندي التليفون دغيا كيديشارج، كان عندي واحد التليفون واحد اخر دغيا كيديشارج لاباتري ديالو عيان، دونك كان خصني نجاوب على لابيل وندوي معاه ونكونفيرمي معاه دغيا باش نضمن راسي. صافي مع عيط مع جاوب، قلت ليه السلام عليكم، كنحاول نزرب، قال لي عيطنا ليك فين كنتي وهادي، قلت له راه كنت قاري معانا كنقرا في البي تي اس، كنت قاري داكشي علاش ما قدرتش نجاوبكم، راه بقيت كنعيط لكم من بعد. قالوا لي لا راه ما كناش خدام في ديك الوقيته، قال لي بلاتي نشوف واش باقي عندك بوسيبيليتي ولا لا. مشى عيط لواحد خونا، مشى كيسولو طنطن، قالوا لي باقا سميتك، قالوا لي جي دابا قبل الربعة، اليوم قبل الربعة جيب الباك ديالك واجي، قالوا لي جيب الباك، الباك هو اهم حاجه خصك تحطو في شي مدرسه راك تيجي تقرا فيها. صافي مشي وانا حاطو في البي تي اس، ديك الساعه مشيت للدار قلت للوالده شنو كاين شنو كاين، وبالنسبه لي ديك الساعه لي كلاس بريبا هما احسن حاجه نقدر نتخيل نقدر ندير هذيك الوقيته، احسن حاجه ما كاينش احسن منها، احسن منها لي سكا اللي راك ما عارف، يعني كان لي كلاس بريبا احسن حاجه كنقدر ندير في هذيك الوقيته بالنسبه لي، فهمتي؟ صافي بالنسبه لي وصلت، فهمتيني؟ وصلت فرحان. صافي مشيت عند الوالد قلتها ليه، قال لي صافي دابا غادي تجمع زعما حوايجك شي جديده، وغتهز الباك من البي تي اس، مشيت ديك الساعه الجديده، مشيت قبل بعدا البي تي اس، قلت لهم راه بغيت نسحب الباك، قالوا لي ما تقدرش ترجع، قلت لهم عارف، عرفتي وكنجبد هذاك الباك وقلبي كيضرب كنقول غنجبد الباك، عرفتي وما تقدرش ترجعه، ويوقع ابسط مشكل يقول لك لا ما بقيناش غادي ندخلوك ولا شي حاجه، ولا يوقع لك شي مشكل في الطريق وتعطل وتفوت الربعه ويزقوا يقول لك لا ما نقدرش ندخلوك، صافي دعتي، عرفتي داك الشيء وانا مخلوع. صافي درت دوك البصمات، بصمت انني حيدت الباك، خديت الباك من البي تي اس، نيشان طاكسي بيض جديده، مشيت الجديده، وصلت لقيتهم، وصلت مع ديك 2:30 الجديده، الحمد لله المحطه ديال الطاكسيات والسونتر ما بعدش بزاف، المهم دغيا وصلت، كان ديك الساعه 2:30 كانوا كيتغداو، يعني ما كانش يمكن ليا ندفع ديك الساعه، بقيت كنتسنى حتى جات الاداره، جاو صافي دخلت حطيتهم الباك، عطاوني الوثائق اللي خصني نجيب. ما كان ديك الساعه عيد العرس، ولا ماشي عيد العرس، كان عيد الشغل ولا ما عرفتش شنو، كان ديك الساعه وكانوا ما خدامينش الادارات، خصني ليغاليزي شي وراق وداك، ما خدامينش الادارات، حتى
وبقيت كنتسنى واحد اليومين، المهم كانوا شي تعنكيشات، وكما كتشوفوا الاخوان يعني كنت عطلت غير شويه، كان التليفون غادي يطفى وما غاديش نجاوب على لابيل عاوتاني، وسميتي غتمشي غيضربوا عليها وما غنديرش داكشي. يعني هذا ميساج ليكم انه شي حاجه اللي كانت مكتوبه راه غتجي، زعما وخا انه يبقى تعنكيشات ديال العالم كامل راه غتجي صافي. يعني كما كتشوفوا زعما في الاكستريميتي كنت ما غنتقوش في الكلاس بيبر، كي الحمد لله الا كانت شي حاجه مكتوبه راه غتجي، وانا الحمد لله تقبلت فيها ودرت داكشي اللي مرتاح فيه، والحمد لله انا دابا غادي مزيان الحمد لله. شي الواحد خصو يدير راه بالاسباب والرزق راه من عند الله، راه جاي جاي داكشي اللي كاين، وتكون عارف داكشي اللي كيعجبك، ماشي غير تابع مثلا صحابك ولا غير تابع شي حاجه قالوا لك الناس ولا تابع الخوا ولا شي حاجه، تكون عارف بعدا انت راسك فين باغي تمشي داكشي. دونك وقال هذا هو اللي هذا هو زعما الاخر ديال البودكاست، قلنا كل شيء وقال. عندك شيء ما تضيف السي امين؟ غير سميتو ان شاء الله حتى الحلقه الجايه كيف اليوم نديرو نهضروا على سميتو، على كل واحد التجربه ديالو في العام الاول، مثلا نهضر على التجربه ديالي مثلا انا في العام الاول ديال بريبا، وانت تهضر على الاديب البريبا سانسيفيك، وانت تهضر على ليكسبيرونس ديالك في العام الاول ديال بريبا ايكونوميك، وسميتو تماك باش نحد دابا الناس هاي ضروري يبغيو باش يعرفوا باش يديروا الشوا ديالهم، يعرفوا خصهم يعرفوا سميتو كيف كيدوز زعما البروميير اني ودوزيام اني. المهم حنايا بروميير اني نشرحوا لكم كيفاش دازت بروميير اني، ندوز واحد العام الجاي دوزيام اني ونشرح لكم عاوتاني دوزيام اني ان شاء الله اللي بقينا في العمر ان شاء الله ان شاء الله. ايوا نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذا البودكاست هذا، حاولنا اننا نكونوا خفاف عليكم، حاولنا نقول لكم ابرز النقاط، كانوا شي دراري يقدروا يكونوا معنا حتى هما، ولكن مالوريزمون الظروف ما سمحاتش، ماشي مشكل الحلقه الجايه ان شاء الله يكونوا معنا. المهم شجعونا بلي لايك وبلي كومونتير بلي بارطاج وداكشي باش ان شاء الله نكملوا في هذا الكونسيبت، وتبارك الله. وعندكم حتى حطوني بعد الاسئله ديالكم اللي ان شاء الله غنخصوا حلقه واحده اخرى باش نجاوبوا على الاسئله ديالكم، اي كيسيون على حسب لورينتاسيون كيما كان زعما، واش اللي شي واحد طالع للسانكيام ولا سيزيام ولا عاد الباك ولا كاع شي واحد باغي يدير شي يكون من بعد، مرحبا راه نقدو الاسئله كاع حنايا مثلا دايرين ديك القضيه ديك ليكول اللي باغيين تهضروا عليها، ولا سولوا على اي ايكول مثلا واخا ما نكونوش دايرينها، نقدو نشوفوا مثلا المعارف ديالنا ونسولوا مع السؤال ويعطيونا شي جواب باش نجاوب على التساؤل ديالكم ان شاء الله. ان شاء الله يلا نتلاقاها في الحلقه الجايه ان شاء الله. تهلاو الله يعاونك.